في هذا الفيديو راح تشوف مقابلتي مع بانوراما اف ام، وراح تعرف ما هو الميتافيرس وما هو تأثير الميتافيرس على المستقبل الواعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد. اليوم جبنا لكم مقطع عن غير العادة، اليوم مقابلتي مع بانوراما اف ام في برنامج هدى وهن. حبيت اشكر الاخت هدى وجدا استمتعت في المقابلة، وبإذن الله انتم برضو راح تستمتعون في المقابلة، في معلومات جدا ثرية وحلوة عن الميتافيرس. لا تنسى اللايك يا حلو، واشترك في القناة اذا انت منت مشترك وجديد، وفعل زر الجرس عشان توصل لك الفيديوهات الجديدة راح تنزل ان شاء الله. المقطع الجاي مقطع عن اوسند، فاحرص انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. والمعذرة صوتي هنا مو واضح لانه كنت اكلم الجوال، وان شاء الله راح يكون بشكل احترافي المرات الجاية. اترككم مع المقابلة. متواصلين معكم بهدى وهن من بانوراما مستمعينا، وسنرحل قريبا من عالم السوشيال ميديا التقليدي إلى الواقع الافتراضي اللي بيوصفه الخبراء إنه واقع مدمر بالرغم من مزاياه. اليوم رح نتوقف مع الميتافيرس، شو هالكلمة، شو هالموضوع هيدا، بنسمع عنه كتير ولكن حنفهم عنه أكتر، ونفهم بالتحديد شو بيحمل لنا لا بالمستقبل القريب. خلوني رحب بضيفنا الموجود معنا على الهواء مباشرة، الأستاذ ياسر فهد الشمري، مهندس الشبكات. أستاذ ياسر أهلا وسهلا فيك معنا. يا هلا والله، يسعد نهارك. اليوم بدنا نفهم من حضرتك شو يعني الميتافيرس، إن شاء الله أكون عم بنطقها مظبوط. لا مظبوط. شو هي هيدي؟ والله صراحة الموضوع جدا انترستنج، يعني كل الناس مهتمين فيه. نعم، الميتافيرس هو حرفيا راح يغير جينيريشن الانترنت كامل، وهو عالم افتراضي كامل بعيد عن العالم الحقيقي. نعم، ولما ندخل هذا العالم الافتراضي راح ننغمس فيه وراح ننسى العالم المادي اللي حولنا. كيف يعني؟ طيب، يعني مثلا أنا وأنتي وصاحبنا نقدر نجتمع في البيت اللي أنتي شريتيه وصممتيه بنفسك في رافستر، وكل واحد بيته. نعم، حيث نتقابل وهميا وصمم رمز معين لك أنتي ولي أنا، وحيث أنه في ملابس وفي أشياء جميلة إن شاء الله. لكن الفكرة أنه راح تقدرين تسوين اللي تبينه في العالم الافتراضي هذا. نعم، يعني نحن عم نسمع انه في اشخاص بلشوا يشتروا مكاتب في العالم الافتراضي، بيت بهالعالم الافتراضي، محل الى اخره. وفي ناس بعدها مش فاهم القصة مثل حضرتي ويمكن كتير من المستمعين. يعني بجد قدي دايما اللي بيدخلوا بهالمجالات بالبداية بيكسبوا كتير، لانه اذا هلأ عم ياخد المكتب $6,000 ما بعرف لما يصير واقع ويتطبق قديش بدها تصير الأسعار. اليوم كل هاللي عم يسمعونا وحضرتك خبير بهالموضوع، شو ممكن تقول لهم بهذا الصدد؟ إلى أي مدى فعلا الناس لازم تجازف وتبلش تدخل بهالموضوع، أو لا بعدنا بمحل أنه بدنا نستنى شوي؟ والله يا هدى، الصراحة هذا العالم وهذا تطور جميع الشركات الكبيرة تحاول تاخذ جزء من الكيكة هذه. نعم، لأنه هو التطور القادم بإذن الله، حيث أنه شركة فيسبوك غيرت اسمها إلى ميتا. نعم، في شركة الميتا هذه هم يضخون مبالغ هائلة، مليارات من الدولارات سنويا في هذا المشروع. نعم، فهذا هو العالم الجاي إن شاء الله، لأنه إحنا بنستخدم الإنترنت في العالم هذا، احنا راح نكون داخل الانترنت. نعم، يعني كيف، شو ابرز الاشياء اللي هيدي التقنية حتغيرها في المستقبل القريب؟ بحيث انه يكون التواصل جدا سهل، والتواصل من نوع اخر. يعني انا ممكن بكره بدل ما اسافر تشوف اهلي البس شو اسمه على وجهي وخلص روح شوفهم وانا قاعده ببيتي، ممكن نوصل لهالمرحله؟ اي نعم، توصل للمرحلة هذه واكثر، وتقدرون
تدورون الحديث، تقدرون تسوون أشياء كثيرة جدا في هذا العالم الافتراضي. نعم، يعني لما بنسمع هيك اشياء بنقول نياله الجيل القادم ولا الله يعينه؟ والله بين اثنين الصراحة، لأنه في سلبيات إيجابيات من هذا الشيء. إلى أي مدى رح تغير هالتقنية حياتنا؟ شو السلبيات وشو الإيجابيات برأيك؟ الإيجابيات يعني شوف يا أخت هدى، الإيجابيات هي كثيرة، برضو السلبيات كثيرة في هذا الموضوع. نعم. الإيجابيات بحيث أنه يكون التواصل أسهل بشكل أفضل، بحيث أنه أقدر أتواصل مع اللي قدامي، سواء أنا كنت في اجتماع في شركة نقدر نتصور في هذا العالم الافتراضي نسخة من الشركة طبق الأصل في هذا العالم الافتراضي، ونقدر نجتمع هناك في العالم الافتراضي، فهذا راح يغير بشكل كبير. نعم. وهذا الشيء مو مجرد سوشيال ميديا والتواصل بينهم، هذا شيء عالم ثاني كبير جدا. نعم. لكن له سلبيات. شو هي السلبيات؟ من وجهة نظري الصراحة أشوفها أنه الناس لما تستخدم أو تدخل هذا العالم الافتراضي راح تدمن هذا العالم الافتراضي، بحيث أنه عقلهم ما راح يفرق بين الواقع والخيال. نعم. بحيث أنه الشخص اللي يستخدمه يدمنه، بحيث أنه ما يبي العالم الحقيقي ويبي يعيش في العالم الافتراضي، لأن يشوف العالم الحقيقي صعب وكئيب فيهرب إلى العالم الافتراضي هذا. نعم. هو كمان إلى أي مدى حنصير نطلع من بيوتنا؟ إلى أي مدى بتصور فيها حبسي ولا لا؟ إذا كل شيء ممكن نعمله ونحن موجودين بمحل واحد. يعني ما لها مدى، لا محدودة للأمانة. حنوصل برأيك لمرحلة المطاعم يعني كمان ولا لا؟ والله صراحة المستقبل ما ندري صراحة شو سبيل ذا. والله ما بعرف، يعني شيء الواحد إذا بيفكر فيه وبيسرح بخياله بيقدر يستنتج مدى الروعة اللي حتكون، ولكن بنفس الوقت في جانب من الخوف في قديش حتقل الحركة، قدي حيقل شوفة الأشخاص، التلامس وإلى آخره، قدي ما حيكون في كورونا وهالقصص يعني كمان. الكورونا وين؟ لا للأمانة يا أخت هدى، يعني هذا في سلبيات كثيرة فيها، بحيث إنه التواصل الحقيقي راح يقل. نعم. التواصل النظري والحقيقي راح يقل خلاص، إنه أنا عندي عالم افتراضي، أنا أكون في العالم افتراضي نقدر نتقابل هناك. نعم. أما العالم الحقيقي الناس راح يبعدون عنا بشكل أكثر. نعم. أنتوا كمختصين في هذا المجال، حضرتك مهندس شبكات، شغلك مركز بهالموضوع، قدي بتحس أنه المستقبل حلو بالنسبة لإلكم؟ يعني ثورة في, 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 عالم أنه في العالم كله، كيف تشوفها حضرتك أنت كشخص هيدا مجالك؟ صراحة أشوف من ناحية اللي هي من تخصص، أشوف أنها استثمار جداً ممتاز للشركات الكبيرة حتى الصغيرة في هذا الشيء. نعم. يعني حتى الشركات الصغيرة اللي تكون في الصين سواء تصدر هذه النظرات. نعم. راح تكون من أفضل الشركات في العالم في هذا الشيء. نعم. يعني أرباح طائلة جداً في هذا العالم. يعني الاستثمار بالميتافيرس يعني مثمر؟ مجرد وهم؟ نسكر الحلقة ونروح نشتري مكتب، نشتري بيت. العالم هذا كبير جدا. نعم. وفيه يعني أفكار لا محدودة. نعم. والعالم هذا هو التطور القادم. نعم. في السوشيال ميديا. نعم. فأي نعم مثمر من وجهة نظري. ذكرت حضرتك أنه فيسبوك غيرت اسمها إلى ميتا، شو الشركات الأخرى الكبيرة العالمية اللي نحن بنعرفها اللي بتستهدف هذا الموضوع؟ أي نعم، مثل ما ذكرت في الفيسبوك لما غيرت اسمها الميتا، هي من أول الشركات اللي راح تكون في الصف الأول في هذا العالم. نعم. لأنه مؤسس شركة فيسبوك لمارك، حيث أنه يضخ المليارات الدولارات سنوياً. نعم. وتضاعف هذه الأرقام لأجل تطوير هذا الشيء. في شركات ثانية مثل مايكروسوفت، بحيث أنه توعد بأن تيمز السنة الجاية بيكون التواصل عن طريق كل واحد يختار كاركتر أو أفاتار أو أنه شخصية كرتونية، بحيث أنه يتم
حتى يعني التواصل في نفس المكتب هذا. هذه من الشركات الكبيرة في مايكروسوفت. وبرضو في شركات كثيرة يعني ما هي محصورة على فيسبوك ومايكروسوفت، في شركات عملاقة منها شركات ألعاب، يعني عندنا شركة نفيديا اللي تصنع شرائح للرسومات برضو راح تسوي عالم افتراضي خاص فيها. العالم هذا عشان ندخله لازم اللي يسوى ندخل هذا العالم، بمعنى أن ميتا راح تسوي عالم افتراضي، نفيديا نفسها راح تسوي عالم افتراضي كامل. وبرضو من شركات الألعاب اللي هي روبلوكس وإيبك جيم، يعني تبي تأخذ من التورتة هذه. طيب سؤال بعد هيك خطر عبالي هلأ، هل الأسعار بتختلف من في شوارع في مناطق في بنايات موجود هالشي ولا لا في العالم الافتراضي؟ نعم نعم، في مباني في بيت تشترين لك أنت بنفسك خاصة وتسكنين البيت هذا، بحيث أنك يعني تسوي الانفايت لأصحابك وعائلتك في البيت هذا. نعم، بحيث أنك تسوي الديزاين يعني تشترين هذا البيت. برضو في من الشركات اللي راح تصدر هذا العالم الافتراضي، برضو في شركات ثانية احتمال كبير راح تدخلها من شركة يعني شركات الملابس، شركات يعني تشترين ملابس في هذا العالم الافتراضي. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر. ما بعرف إذا في إضافة شيء ما اتطرقنا له بتحب تضيفه بنهاية حكينا عن هذا الموضوع. والله يا أكتبدا الصراحة أشوف هذا أن العالم كبير لو تكلمنا فيه يعني ما نخلص إلا بكرة الصراحة. نعم نعم، بتمنى من مستمعينا يقروا أكتر عنه ويفهموا أكتر عنه. اليوم من خلالك حاولنا نفهمهم شوي شو الموضوع، لأنه عم نقرأ ونسمع، فبتمنى أنه يعني يقروا عنه أكتر. وإذا في أي حدا محتاج أي شيء ممكن حسابك على السوشيال ميديا ممكن كمان تساعده بهالموضوع إذا ما عندك مشكلة. أبد ما عندهم أي مشكلة، حياهم أي وقت قبل في خدمة. طيب ممكن أقدم لهم حسابك؟ أبد ما عندي أي مشكلة، اسمي ياسر وآر دبل إي دي. نعم، وإن شاء الله مستمعينا متابعي إذاعة بانوراما من خلال حسابنا على تويتر وإنستغرام بالتأكيد إن شاء الله كمان نحن حنضيف الحساب. شكرا لك أستاذ ياسر، يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك. شكرا يا أهلا. وبس كذا انتهت المقابلة، أتمنى عجبكم الفيديو وأتمنى أنكم استفدتوا. إذا أشياء اللي استفدتوا منها اكتبوها في التعليقات عشان نشوف، وإذا عندكم أي إضافات برضو اكتبوها في التعليقات عشان نستفيد كلنا. أتمنى أنك تشترك في القناة إذا أنت مش مشترك، ولا تنسى اللايك يا حلو. سلام عليكم.